السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح فيكم وحييكم أخواني خواتي في حلقتنا اليوم من برنامج نحن المستقبل. كنا صغار ونشأنا على حب الوطن، اجتماعنا ومن خيراته وأنعمه أشبعنا احتياجاتنا، وفي مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين انضمينا لتحقيق طموحات لامست السحاب وهمم وطاقات شبابية عانقت النجوم واحتضنت مجرات الكون. في لقائنا اليوم أخواني أخواتي نستذكر عظيم النعم اللي نحن فيها من خلال معايشتنا لمراكز الناشئة بفروعها المختلفة. هذه المراكز اللي شيدتها من الحنون سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في سبيل احتواء الشباب بشكل يحد من إهدار أوقاتهم بأشياء غير مفيدة واستغلال أوقاتهم وفراغاتهم بالأشياء اللي تعود عليهم بالنفع. ندعوكم أخواني أخواتي لمتابعتنا بعد الفاصل. كل ناشئ طموح وموهوب وعنده هوايات متعددة في مجالات مختلفة، هل تبحث عن المكان الأفضل لتطوير مهاراتك واكتشاف مواهبك وترغب بأن تكون شخص مؤثر في مجتمعك ووطنك؟ ناشئة الشارقة تفتح لك أبوابها بمراكزها المنتشرة في الإمارة الباسمة والمناطق التابعة لها. انتسب واكتشف موهبتك وطور قدراتك، اطلق العنان للإبداع والابتكار وكن نموذج لشباب المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة. قدم ناشئة الشارقة حزمة من البرامج والفعاليات الهادفة في مسارات عدة مثل الفنون والآداب واللغات والرياضة، إضافة إلى برامج نوعية في ريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا ومهارات الحياة. تنتشر مراكز ناشئة الشارقة في مختلف مناطق الإمارة، وعددها 8 مراكز مزودة بقاعات ومرافق متعددة الأغراض، تمكن الناشئ المنتسبين من ممارسة مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية. ويحتوي كل مركز على مكتبة مزودة بمختلف الكتب اللي تم اختيارها وفقاً للمسارات المعتمدة في ناشئة الشارقة، وما ننسى معمل الرسم والنحت والفنون الأخرى والفعاليات الثانية. ويحتوي كل مركز على مختبرات للتدرب على برمجة الروبوت ومساحات خارجية مهيئة لممارسة الألعاب الرياضية وغيرها من الأنشطة الهادفة، وصالة رياضية مزودة بمسابح نصف أولمبية ومرافق لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية. تقدم ناشئة الشارقة أنشطة خارجية متعددة مثل الرحلات التعليمية والترفيهية، وتتيح للناشئ الطموح فرص المشاركة في المؤتمرات الشبابية والمساهمة في المبادرات التطوعية والمسابقات والبطولات المحلية والإقليمية. تقدم ناشئة الشارقة مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات على مدار العام مثل البرنامج الصيفي قيض ويانا والبطولات الرمضانية ودوري ناشئة الشارقة لكرة قدم الصالات والعديد من الفعاليات غيرها. من
بعد ما أخذنا لمحة سريعة على أنشطة فعاليات الناشئة بشكل عام، تعالوا نوقف أصدقائنا على خشبة أبي الفنون، ويا سلام على إبداعات الناشئة على خشبة المسرح. عدسة برنامج نحن المستقبل كانت حريصة على مدار عاميها السابقين على رصد هذا التميز والأداء المبهر وين ما ساروا وين ما شاركوا الناشئة. ما عاد ينفع التستر على المشكلة أخي، أنت مالي سأضرب منك يا تطابق، سأجيب لحظة من فضلكم، ما دمت أنا المشكلة فلا شك أنني سأكون الحل. طاقات مسرحية لا تصدق نشوفها باستمرار أصدقائنا، يعني باختصار يحس المشاهد المسرحياتهم إن الأحداث اللي جالس يشوفها هي أحداث حقيقية مو بتمثيل، وهذا هو سر نجاح الناشئة، والفضل بعد الله يعود لوقوف المراكز إلى جانبهم ودعم موهبتهم الفريدة. أخي ما هذه الرائحة أخي يا الله أخي هل تسمعني؟ شو نقول عن الناشئة وشو نخلي؟ مراكز إبداع وتميز واستغلال للوقت بالشكل النافع والمفيد على الناشئ نفسه وعلى المجتمع ككل. إذا ما كنت منتسب عزيزنا الناشئ، سارع في الانتساب إلى ناشئة الشارقة، وتمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد. نحن لا ندخر أي شيء، أن نقف إلى جانبكم. المطلوب الاجتهاد، والاجتهاد أولاً هو طاعة الله، وثانياً العلم، وثالثاً المعرفة والثقافة، وفوق هذا كله الأخلاق الحسنة. أتمنى لكم جميعاً التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وخواتي، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج نحن المستقبل. نلقاكم على خير في حلقاتنا القادمة إن شاء الله، ومع السلامة.